الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه وما بعد. مرة أخرى ألتقي وإياكم في هذه القاعة الكريمة الفسيحة في هذه المدينة الكريمة الفسيحة أيضا حول مائدة فكرية إن شاء الله عز وجل علمية بإذن الله تعالى. ولعلنا في السنة الماضية التقينا في نفس الموضوع. هذا أنا سأحدد كما كنت أقول كنت تقول للأخت قبل قليل لا ينبغي أن نقول إلا الحق. لا يمكن أن نجامل أحدا أو ننافق أحدا أو نداهن أو نهادن أحدا في الحق. أنا بالنسبة إلي يوم 7 مارس عيد للمرأة في العرب. لها كامل الحق في أن تتخذ لنفسها يوماً، أو أن المجتمعات الغربية هناك لها كامل الحق في أن تتخذ لنفسها يوماً تتذكر فيه الحقوق المهضومة، أو تعمل جاهدة من أجل الدفع بالأمام نحو التحرر ونحو نيل الحقوق المهضومة التي تتعلق بالمرأة. أنا أتفهم هذا الموضوع وهذا حقهم وأنا أشد على عضدهم ضيعوا، لأن المرأة هناك ثم وأسفها في كثير من بلاد الإسلام ضحك عليها باسم التحرر واسم الانفتاح والانعتاق، حتى أصبحنا نراها تعرض في المحلات كما تعرض النعال، وأصبحنا نرى ذئابا بشرية تستغل أنوثة المرأة وجمالها وحسنها من أجل البيزنس، من أجل الفلوس، فتوضع المرأة الحسناء. لاحظوا، لا أقول المرأة 8 مارس حقوق المرأة، لا، حقوق المرأة الحسناء الجميلة توضع في مكتب فلان وتوضع في المحل الفلاني وفي الصندوق الفلاني وفي السوق الفلاني وفي المتجر الفلاني، ومن أجل بيع هذه السلعة ومن أجل بيع الصابون ومن أجل بيع شفرة الحلاقة ومن أجل بيع هذه السيارة وهذه وهذا العطر وما إلى ذلك، ويؤتى دائما بالفتاة الجميلة الحسناء من أجل المتاجرة بها لاستجلاب الأموال بعد ذلك إلى جيوب الذئاب. حق لهم إذن أن ينتفضوا وأن ينادوا بيوم لإرجاع كرامة المرأة. الأسرة المتفككة، المرأة التي تشتغل خارج البيت وداخل البيت، المرأة المنهكة، المرأة التي ذبلت ولم يعد فيها نظرة بالضاد، لم يعد فيها نظرة ولا إلا بالمكياج وكذا من أجل أن تعيد شيئا من بريق، لأنها منهكة في العمل، منهكة في الشارع، منهكة بالتحرشات، منهكة بكل الليل. إذن حق لهم أن يحتفلوا بيوم اسمه يوم مارس، 8 مارس، شيء طبيعي، شيء عادي. وحتى الذين هم في بلاد الإسلام إذا رأوا أن المرأة مهضومة الحقوق وكذا فحق لهم أن، وهذا شيء طبيعي، نسوا أمهاتهم فاضطروا لأن يتخذوا لأمهاتهم عيدا سموا بعيد الأم، ونسوا أطفالهم فاتخذوا لأنفسهم عيدا للطفل أو يوما لكذا ويوما لكذا، فهي أيام. وحتى الحديث في هذه الأيام إنما هي حديث مواسم، نحن عندما نتحدث عن المرأة في 8 مارس وحديث موسم، يعني النهار 9 مارس ما بقت لا مرأة ولا هم يحزنون، كل ذهب إلى حاله وخلاص وانتهت الموضوع. أنا مطلوب مني في هذا اللقاء ألا أتحدث عن 8 مارس بصفته عيدا أو غير عيد للغرب وكيف وكذا، هذا لا يعنيني أنا في شيء. طلب مني الإخوة الأفاضل أن أتحدث عن التمييز والمساواة بين الرجل والمرأة من منظور إسلامي،
عندما أقول من منظور الإسلامي إذن فهذا يعنيني ويعنيك ويعنيه ويعنيها ويعنينا جميعا نحن المسلمين، يعنينا نحن المسلمين من منظور إسلام. ضع خطا أحمر أو أزرق أو أخضر فوق إسلامي، وإلا بغيتي ديري لتحت ما كاين مشكل، لأن أصبحنا كل شيء كنديرو كنسطرو من تحت في حين أن حنا كنا كنسطرو من فوق. ما يضرش السطر حتى من تحت. المهم أنه من منظور إسلامي، وحتى يكون الأمر كذلك فلا بد من تفكيك وإن كان بإيجاز هذه الألفاظ البسيطة جدا، التمييز المساواة بين الرجل والمرأة من منظور الإسلام، تمييز تمييز. طبعا المقصود بالتمييز هو أن يأخذ الرجل ما لا تأخذه المرأة، أو أن تأخذ المرأة ما لا يأخذه الرجل كراتب أو أجرة على نفس العمل. الرجل يقوم بنفس العمل، المرأة بنفس العمل، ولكن الأجر عند الرجل أكثر. هذا التمييز، هذا في تقديري مفهوم بسيط سطحي وهو واقع. المساواة طبعا الفكر أو المعنى الذي يتبادر للأذهان، قل احنا كاملين بحال بحال، احنا كاملين قد الميزان، قد هذا قد هذه، راجل امرأة بحال بحال. أنا نقول لكم بكل صراحة وبسرعة، ما عندناش في الدين الإسلامي شي حاجة مسمية المساواة بين الرجل والمرأة أبدا. إطلاقا ليس عندنا هناك شيء اسمه المساواة بين الرجل والمرأة. عندنا العدل، وعندنا التكامل. وعندما أقول ليس عندنا شيء اسمه المساواة، لا يعني بالضرورة أن الرجل أحسن من المرأة، ولا يعني بالضرورة أن المرأة أحسن من الرجل، لكن مساواة. كيف مساواة؟ المرأة تحمل وترضع، تضع ترضع، كتوحم كتحيض تنفس، وأنا من أين لهذا؟ مع عمر يستحيل أنني، وإذا هي في هذا المجال هي أفضل مني. هذا ليس لأنني، لا، هي أفضل مني. المرأة حملتني في بطنها 9 أشهر فهي أفضل مني. واش بغيتوا تقدوني مع ما؟ مستحيل. فأمي أفضل مني، ومعنى أمي أفضل مني معنى أن المرأة أفضل من الرجل، واضح. الغربي ممكن أنه يلتقي بأمه في الشارع، ربما يقول لها بونسواغ مامو مرة في العام، ولا وملي تكبر شوية يديها لدار العجزة. إحنا لا، إحنا هذيك المرأة اللي الأم اللي هي مرأة هنا فوق الراس، وتقبل رجليها من تحت، وكيقول لك الدين ديالك، الحديث المعروف وإن كان فيه نظر، الجنة تحت أقدام الأمهات، أو فإن الجنة تحت قدميها. لا يمكنش يكون مساواة أبدا. كيف يمكننا نتساوى وإحنا مع امرأة حملتك في بطنها 9 أشهر وأرضعتك حولين كاملين، و5 سنين ولا 6 سنين كتغسل لك في التسرويله ديالك، وهذيك النجاسه كتخرج منك كانها المسك والعطر بالنسبه لهذيك الام، والسهر. انا ما نكذبش عليكم، انا ملي كتزقي شي وحده من ولادي ولا شي وحده من بناتي كنقول للمراه نوضي لولدك، نوض لبنتك، وبلا ما نغزها كتكون ناضت. هذيك التربية ديال 5 سنين 7 سنين 10 سنين 15 عام والمرأة قائمة على قدم وساق على التربية، جنتي غتسوي الرجل بالمرأة؟ لا، لا يسوي. لذلك كما ذكرنا أخونا آنفا، النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحتضر وهو يودع الحياة الدنيا
وهو مقبل على الله عز وجل يوصينا ويقول استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، ويقول رفقا بالقوارير. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يسمي المرأة قارورة لأنها شديدة الحساسية، شديدة العاطفة، قوية الإحساس، إلا هرستيها بحال هرستي القرعة، القرعة الزاج إلا تهرست ما عندك ما تلصق لها في صافي. النساء عندنا في هذا الدين لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم. ماشي تسمعوا هكذا عاودوا أنتم عاودوا تقلبوا علينا. تربية البنات عندنا في الإسلام، تربية الأولاد على العموم عمل صالح جهاد. تربية البنات عندنا في الإسلام أكثر أجرا وأكثر ثوابا من تربية الذكور. قال لهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عنده ثلاثة البنات ورباهم وكذا وأحسن تربية، غادي يكونوا معنى هذا الحديث غادي يكونوا لهم اسمه سيحلن بينه وبين النار. صور واحد مربي ثلاثة البنات تربية مزيانة وخلاص غادي جهنم، وهذيك ثلاثة البنات غيوقفوا له يكونوا. قالوا له يا رسول الله واخا جوج بنيتات؟ قال لهم واخا جوج بنات. قال الصحابي لو كان قلنا له واخا غير وحدة غيقول لنا واخا غير وحدة. وشوف وعد البنات كيف كان الجاهليه كيدفنوها وهي حيه، فكيف اصبحت انها هي فيها عتق من النار لوالديها. على كل حال مجال المساواه غير وارد اطلاقا اطلاقا، وهناك تفضيلات يمكن ان نطيل الحديث فيها، احكام شرعيه تفضل الانثى على الذكر، تفضل المراه على الرجل. طلق الرجل زوجته، الاولاد شكون غيديهم، الرجل ولا المراه؟ المراه. علاش هادوك ما كيظهروش هاد اللآلئ، هاد الإشراقات في هذا الدين الحنيف؟ الأسرة، بعد قالت لي الأستاذة الدكتورة سعيد، قالت لي دابا هاد العيالات إلا خرجوا كاملين شكون غادي يربي لنا هاد الدراري؟ شكون غادي يربي لنا هاد الولاد في الدار؟ العيالات كاملين غادي يخرجوا، كاملين غيمارسوا السياسة، وكاملين غادي يمارسوا الاقتصاد كامل، وهذوك الدراري شنو نديروا لهم؟ الأسرة شنو نديروا بها؟ تفكك الأسرة تفكك المجتمع بالضرورة، تفكك الأسرة نهاية المجتمع. إذا حنا عندنا شي حاجة مسمية الأسرة قداسة الميثاق الغليظ، الميثاق الغليظ. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، ماشي الضرب والنكد وشد اللي قطع لك وحقي وحقك ودايره لا، وعندنا الجمعيات وعندنا اللي غيدافع علينا وعندنا كذا وش غيخرج من حرب. لا، أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، ما قالش لتسكنوا معها في الدار، لا، لتسكنوا إليها. تصوروا الرجل يسكن إلى المرأة، يسكن إليها وتسكن إليه على قواعد مشتركة معلومة حددها القرآن، لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. يجيو يقرأوا ذاك الغربيين وذاك الغربيات يجيو يقرأوا على هذا الدين الحنيف. ومن آياته، إذا هذه آية من الآيات، أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هي كانت غير آية فأصبح في الآية آيات. إن في ذلك، أي في تلك الآية التي هي من آيات الله، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. نعم يتفكرون، مش لقوم. هذه هي المرأة، هذه هي الزوجة عندنا، الزوجة المرأة، الأم المرأة التي قارن الله عز وجل حقوقها بحقوقه هو سبحانه عز وجل مباشرة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، بالوالدين بجوج،
لا بل الأفضلية للأم. يأتي صحابي من رسول الله يا رسول الله أي الناس أحق بصحابتي؟ شكون اللي نصاحب مزيان ونحسن إليه مزيان في هذا البشر؟ أي الناس أحق بصحابتي؟ قال أمك. هل ها هي حقوق المرأة في الإسلام، ها هي الحقوق، ها أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك. أمك يعني المرأة، 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 هذا الرجل. الإخوان أشار الأستاذنا الكبير وصديقنا الحبيب الأستاذ الخالدي النقاش حول الإرث، ما كانش نقاش، ما كاين. احنا في المغرب شحال 40 مليون تقريبا نسمة، مازال ما عطاوش الإحصاء، ما كاينش نقاش. ما يمكنش نحط انا 40 مليون هنايا وسبعة العيالات هنا ونقود النقاش ما بين 4 مليون وسبعة العيالات، ما كاينش نقاش. 40 مليون، 40 مليون مسلمين باغيين الإسلام مع شرع الله. المرأة المسلمة لا تناقش أصلا، المرأة المسلمة اللي هي مؤمنة اش كتقول؟ واش قالها الله؟ واش الله قالها؟ قالها. إذا قالها على راسي وعيني، قالها ربي على راسي وعيني، أنا مؤمنة، أنا امرأة مؤمنة بالله، الله قال كذا وكذا، سمعنا وأطعنا. من بعد إلا أعطاني الله شوية ديال القراية وشوية ديال الفكر ونبدا نقلب على الحكمة وعلاش، ولا ربما تما شي حاجة ما يمكنش، ربي هذا أرحم الراحمين، هو اللي شرع، شرعه حكم، هو العليم الحكيم الخبير، حاشا لله واش يظلم شي واحد، وما ربك بظلام للعبيد. إذا نبدا نقلب على الحكمة مزيان، ولكن لا أناقش شرع الله. إذا خلينا شرع الله عز وجل ثم ذهبنا للفلسفة ولا ندون لإحداث بعض الله، راه ما غيبقى صدق، ما غتبقى نفقة، ما غيبقى كرع للرجل، ولا البقال يخلصوا الرجل، ولا الموضوع يخلص الرجل. المرأة كتشتغل، الرجل كيشتغل، كيتلاقاو بحال جوج ديال الزفرية في الدار، هذا بالنص ديالو، هذا بالنص ديالو، النوبة على الكوزينة، النوبة على التربية الدراري، النوبة على الجفاف ديال الدروج، النوبة على المفيط ديال البطانيات، كل هذه النوبة كل واحد يخلص ديالو، راه ديالي هاك ديالك. لما يكون هذا، عندما يكون الوضع بهذه الصورة، حينها نجيو للإرث ونعملوا له المساواة، ماشي مشكلة، غادي نفهموه بهذه الطريقة هذه. لكن قبل، لأن شوف راه أي واحد يضحك على المرأة اللي ما قارياش راه ضحية، راه في خطر، المرأة اللي ما فهماش في خطر، راه في خطر، بحيث غيجي واحد، أي وحدة تجي وحدة من هذا وتضحك تقول لها جي لالا، اش هاد الحقرة عندنا في هذا؟ الحقرة، الحقرة هذه، مات لنا الأب، خلى الولد، خلى البنت، الولد يدي جوج ديال القسمات، والبنت تدي قسمة وحدة، هذه ماشي الحقرة؟ من قلة الدين ديالها، من قلة الفهم ديالها، ومن قلة الوعي ديالها، تبدا تقول والله إلا الحقرة هذه. كما قالت واحدة ما نسميهاش، قالت القسمة في الإسلام قسمة ضيزة، يعني جائرة، هذا هو الظلم، معنى أن ربي ظالم سبحانه عز وجل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لكن لا بد عند مناقشة هذه الحيثيات وهذه الفقهيات الإسلامية، لا بد من مناقشتها في المنظور الإسلامي ككل، في الإطار الإسلامي كله، عقيدة ومنهاجا وشريعة وسلوكا وقيما، حينها وحينها فقط يمكن أن نفهم هذا. التركة هذه لا بد إذا من طرحها في الإطار الإسلامي. الله بالعكس، أنا كنقول لكم بالعكس، والله العظيم سابقا كنت أنا مرة كاع على هذه القضية، هذا الحساب، هذا الشيء. علاش؟ لأن تصوروا أن حتى في هذه القضية، غير في الأولاد، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، في أولادكم في 4 الحالات، وإلا فهناك حالات المرأة والرجل فلأبويه لكل واحد منهما السدس، ها هما قد قد الأب والأم، وهناك حالات تأخذ المرأة أكثر. لكن جدلا نقول، تصوروا على أن المرأة كتأخذ نصف ما يأخذه الرجل، جيد، وغير مكلفة بشيء. تصوروا على أن هذا الرجل خدا ضعف المرأة في التركة،
لكن الرجل مكلف في طيلة حياته بكل شيء. أي زوج مرأة أخرى يعطيها الصادق ويخلص العرس ويخلص كذا ويبدأ ينفق عليها ما دام متزوجا بها إلى أن يفرق بينهما الموت أو الطلاق أو كذا. شفت كيف؟ في حين أن أيوة تصوروا هي هذيك المرأة غادي تأخذ ذاك نصف ما أخذته الرجل وغير مكلفة بشيء نهائيا. صوروا على أن المرأة غنية وزوجها فقير والزوج مكلف بالنفقة على تلك المرأة، ما تعطيه احتارها إلا ما بغات، شغلها رزقها هذاك فلوسها. المرأة لها الحق الكامل في التصرف في مالها. بيني وبينكم والله العظيم من الفشوش. الفشوش بمعنى الكلمة. المرأة المسلمة مفش الشنفطحة إلى أبعد الحدود. أعطاها الله عز وجل النصف ما أعطاه للذكر ولم يكلفها بالنفقة حتى على نفسها. وتصور مرأة مليونيرة وتقول للرجل ديالها شري لي التقاشر وشري لي الصباط وإلا. تصور مرأة غنية طبعا إذا بغات تكرموت هذا وهذا هذا موضوع آخر. لكن هل هو واجب عليها أن تنفق على نفسها ولا لا؟ أبدا. لذلك ما أكرم الله به المرأة المسلمة من في أحكام الشريعة وفي هذا الشيء يعني خيال. شيء يعني لا نصدقه إلا بالإيمان. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض بحال بحال. أنا وأنتم وهادو الناس خرجنا من جينا من طريق واحدة. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. علاش أنا نهضر على 8 مارس؟ ماذا يعني لنا 8 مارس أصلا يعني؟ أنا عندي عيد الأضحى، عندي عيد الفطر، عندي الجمعة، عندي عرفة، وعيد المرأة عندي كل نهار يوميا كل ساعة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. فقط أحب أن أذكر بأن الأخ الكريم وجاءت المناسبة أيضا لأندد بما فعلته السلطات التونسية العلمانية الحقودة على الإسلام والمسلمين، ما فعلته بالشيخ أبي حفص الذي احتجز في مطار قرطاج بالعاصمة التونسية لأزيد من 6 ساعات أظن، وأنا شخصيا احتجزت في نفس المطار لساعة من الزمن قبل سنتين ولم أدخل الأراضي التونسية إلا بأمر من رئيس الجمهورية يومها. وعندما رجعت الشيخ الغنوشي وقد حللت ضيفا عليه، قلت له الله يا ودي الشيخ جينا الساعة وإحنا مكرفسين عندك في المطار. قال لي والله يا شيخ حتى أنا ورئيس الجمهورية والحكومة كاملين روشيرشي. والله بقى عندهم ذاك السيستم ديال بن علي. قال لي باقي كلنا روشيرشي ومعنا فأشد على يد أخي وصديقي الشيخ أبي حفص وأن هذه ليست إهانة له بل هي إهانة للسلطة التونسية. ولذلك فقد استنكر على هذه السلطة السياسيون أنفسهم داخل الدولة التونسية وأيضا التجمعات حقوقية وصحفية في كثير من الدول حتى في أوروبا. فشيء فظيع من قبل هؤلاء. وأظن أن الشيخ أبي حفص لا يضره هذا في شيء بل بالعكس هذه مكرمة إن شاء الله عز وجل. صحيح الإنسان كيتكرفص شويش ولكن في سبيل الله. وأيضا أنا شخصيا احتجزت في مطار القاهرة أيضا لأزيد من ساعة. فالحمد لله. وأنا أقول للشيخ أبي حفص أمامكم أقول لكم جميعا فليسعنا بلدنا، بلدنا هذا البلد الجميل الفسيح الواسع الرحب، بلد الأمن والاستقرار والاطمئنان، احنا مبرعين فيه طولا وعرضا، ما خصنا لا تونس ولا قاهرة ولا وحدة. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله.